سيقوم بالتنسيق لإنجاز هذه المهام وزارة التعليم في إثيوبيا بالتنسيق بين السفارتين المصرية والإثيوبية في كلتا الدولتين، وسيتحمل رجال الأعمال الترتيبات اللوجستية ونفقات انتقال الطلاب من وإلى الجامعة بالإضافة إلى نفقات الإقامة والإعادة. لأنه تبين بصدق أن الجانب الإثيوبي في حاجة ماسة لدعم الجامعات المصرية، وتبين بصدق أنهم شغوفين للتعاون مع مصر، ودي النقطة المهمة يا جماعة جدا جدا جدا، شغوفين للتعاون مع مصر ويتطلعون للتعاون مع مصر، وأنهم فضلا عن ذلك شعب ودود للغاية، شعب ودود للغاية ومحب لمصر والمصريين. ولنعلم جميعا أن الشعب الإثيوبي وإن كان هناك أكثر من 50 عرقية فيه أو قومية، إلا أنه ينقسم أساسا بين مسلمين ومسيحيين. المسلمين تقريبا يعني انا قريت عده احصاءات، بعضها بيقول 33%، البعض بيقول 45%، البعض بيقول 62.5%. انا بقصد الكلام ده ايه؟ ان احنا في مصر مسلمين ايضا ومسيحيين، فالمفروض ان احنا في مصر مسيحيين مسلمين قبل مسيحيين جميعا ان نتحرك لدعم الاثيوبيين لانهم اخوه لنا في هذا الاطار. لا نترك المجال في اثيوبيا انه ياتي اليهم بحملات من اوروبا ومن امريكا الى هنا، وحملات يقول لك احنا رايحين نساعد المسيحيين في اثيوبيا، سمحنا ان احنا نروح نساعد المسيحيين قبل المسلمين، لان احنا اصلا اوريدي احنا شعب فيه مسلمين وفيه مسيحيين، فاعتقد ان هناك تجاوز الى حد كبير. عشان كده انا عايز المسلمين يذهبون الى اثيوبيا قبل المسيحيين، ونحن نساعد من دون تفرقه بين مسلم ومسيح على الخط. دي نقطة أنا عايز دكتور الكنيسة والأزهر بتاعي يعني لو بطلوا بعض، ما هو ده كان أقوله إن شاء الله. أنا هعمل تقرير كتبت مع السيد وزير التعليم العالي، أنا التقرير اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هعرضه على مجلس الأعلى للجامعات، لأن أنا سأطالب بتعميم ده على كل الجامعات المصرية. هناك شعب ودود، شعب محب لنا، ترتبنا به مصالح مهمة جدا. أعتقد إنه واجب قومي من هذا المنطلق إن إحنا كمان أن نتحرك في هذا الاتجاه، لأن الفراغ إن لم نملأه سيملأه غيرنا. وعايز أقول هناك الصين دخلت قوة جدا، إسرائيل دخلت قوة جدا، كثير من الجنسيات دخلت قوة جدا. أعتقد إن إحنا ينبغي ألا نتأخر بالتأكيد، وأن الفرصة تضيق مع الوقت، انا 17 طالب، كل كليه بتقدم منحه، ده في المقام الاول. اثنين، انه كل طالب بكل كليه.